نرحب بكم بقناة فادية التعليمية للكهرباء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التمديدات الكهربائية المنزلية. عندنا هنا تمرين في التحكم في 8 مصابيح على مجموعتين، كل مجموعة تحكم فيها بإضاءة أو إطفائها خلية ضوئية، هاي للجهة اليمين وهاي للجهة الشمال. ايضا الـ8 لمبات كلهم بتحكم فيهم مفتاحين طرف سلم بحيث عشان تشغيلهم واطفائهم، وبتحكم في شدة اضاءتهم الـ8 كمان اللي هو الدمر. خلينا نشوف نعتم على جهة من الجهات، مثلا عتم على الجهة هاي. الان بعد فترة لا اياضوا، بنقدر احنا كمان نتحكم في شدة الاضاءة من هون، وبنقدر نتحكم في اطفائهم وتشغيلهم من المكانين هذول. الان هون صار في تعتيم، اشتغلت الجهة الثانية. خلينا نشيل التعتيم على الجهتين، هذيك طفت، هاي طفت. خلينا نعتم على الجهة هاي، هاي قابت، نقدر كمان نتحكم بشدة الإضاءة. خلينا نعتم على الجهة الثانية، الآن بعد التعتيم راح تشتغل الجهة الثانية. بنقدر نتحكم في 8 لمبات من الدمر، ونقدر نتحكم فيهم كمان من المكانين طرف سلم. خلينا كمان نعيد، هاي نكشف عن هاي، نكشف عن هاي. الآن هاي استجابت الخلية الضوئية الأولى، والخلية الثانية لازم تستجيب الآن. هاي استجابت الخلية الثانية. إذا هاي جزئين، كل جزء مستقل بخلية ضوئية تتحكم فيه. الآن فرجينا أخربا كيف أنت وصلت التوصيل بالنسبة من بداية من الخط الحار. الخط الحار جبناه من القاطع إلى الدمر. إلى الدمر تعي مباشرة. من الدمر إلى طرف سلم نقطة مشتركة. إذا أخذته على نقطة مشتركة في طرف سلم الأيمن. نقاط الحرة، النقاط الحرة الموجودات في طرف السلم الثاني أخذته مباشرة للنقاط الحرة في طرف سلم في الجهة اليسار. طيب في ظل عندنا الراجع اللي موجود هون، الراجع طلعنا من طرف سلم هون مشتركة إلى جنان المنتصف. الآن في المنتصف بدك توزعه، وزعناه إلى الخلية الضوئية. وزعته على الخلية الضوئية على أي خط؟ جاء على الخط الأسود. الأسود بيطلع من الأسود، من بيطلع من الأحمر الآن. وين بيوقع على الجزء؟ الـ4 لمبات على اليمين. طيب خلينا نشوف الجهة الثانية برضه. دخلت الخط الحار على الأسود في الخلية الضوئية، خرجناه من الأحمر، طلع بالأحمر. وين راح؟ راح للـ4 لمبات، توزع الـ4 لمبات اللي في الجهة الشمال. البارد، البارد وزعناه على الخلية الضوئية. الخلية كل خلية ضوئية أخذت بارد، واللمبات، واللمبات برضه كل اللمبات في الدائرة أخذوا بارد. الله يعطيك العافية. شغل تقدر تشغلها. ودعت مع الثانية، خلاص الله يعطيك العافية. شوف نخش في الزاويتين، والواحد فين فلافه ونرفع. اثنين قلت الزاويتين هي البايدة، بتشوف كل واحد تشوف اللي وقع. لان كلها اشتغلت بدها اضاءة صح؟ اتحكم فيها، اتحكم فيها من طرف اكثر مكان. ايوه خليك شوية تفتح في الحالة صح؟ زيح يدك، شيل يدك. ايوه اي طفت الجهة الاولى، الجهة الاولى ظل الخلية الثانية. تحكم فيها بالله، تحكم بشدة الإضاءة، بس بشدة الإضاءة. أيوة زيدها على آخر، زيدها أسرع أسرع. طيب تحكم في طرف سلم، خلي مشغلي بلكي طفت، خلي بلكي خلي تطفي واحدة من الثنتين هذول. أيوة على السلامة. شغل الليت هذول، هاي طفت واحدة.
هاي ممتاز، هاي وطفت، هاي اشتغلت. خليه الان اعمل لها تعتيم، اعمل تعتيم على الجهه الثانيه، تعتيم تعال كل ايدك غطيها، غطي غطي، ايوه تعتيم كامل. هاي اشتغلت خليها، ايوه الان اضيلي على هاي بالجوال، اعطيها اضاءه. هاي الجهه الثانيه طفت، خليك من تحت ناظر عليها. فحص الخليط الضوئي صالح قبل كل شيء. نشكركم للمتابعة ونتمنى أن يكون هذا العمل قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.